نجمه ندى بسيوني، اهلا بيكي في مشروع قناه السويس الجديد. اهلا بيكي يا حبيبتي. كلمينا عن روح اللي انت شفتيها ودعمك انت كفنانه، وفي شخصيات عامه مشاركه لحضرتك في وجودك هنا، ومشاركتك الاولى ولا مشاركات قبل كده كنت زرتي فيها القناه؟ لا انا اول مره اجي القناه، وسعيده جدا جدا، وكل الناس بتهيالي كلهم مبسوطين، يعني حاجه تفرح وتشرح اكننا في نصر اكتوبر. فكرة تحيا مصر وصندوق دعم تحيا مصر، شايفة إلى أي مدى يكون شكل إيجابي التفاعل معه وأنتوا كفنانين وشخصيات عامة؟ هل قمتوا بالمبادرة دي وعن حضرتك نفسك؟ هو كل الناس، يعني مش إحنا كفنانين، ولا إحنا مواطنين مصريين، فكل مواطن مصري لازم يساعد ولازم يبني، ومش كل حاجة على فكرة بالفلوس، بالشغل وبالاجتهاد وبالإحساس بالوطن. يعني ما تسيبوش حنفيات مفتوحة على الفاضي، يعني ما تسيبوش كهرباء مفتوحة في أوضة على الفاضي، الحاجات ما ترموش، ما تاكلوش عيش وترموا نص الأكل في الزبالة. الخواجات ما بيعملوش كده، الأجانب بيعرفوا أكلهم قد كذا وقد كذا وقد كذا، مفيش هالك، ما بنرميش، يعني ما المفروض إن احنا نعمل كده. وده في الآخر كل حاجة دايرة اقتصادية، كله بيعود مرة أخرى للدايرة الاقتصادية دي، وبتعود بالمنفعة لكل أسرة. رسالة بتوجهيها من هنا من خلال وجودك للقناة قبل مبادرتك للمكان؟ أولا بشكر كل واحد بيشتغل هنا في أي حاجة، أي حاجة بيعملها، حتى لو المذيع اللي جاي يتصور، المصور اللي بيصور، العامل، الفلاحين اللي كانوا موجودين هنا، الجيش، كل حد موجود هنا أنا بشكره، لأن هو فعلا بيساعد في بناء مصر الحديثة، مصر الجديدة. لو كان محمد علي بنى مصر الحديثة، الفراعنة بنوا حضارة كبيرة جدا جدا علمت العالم. محمد علي بنى مصر الحديثة، طلعت حرب جبع دي، السيسي ان شاء الله بيبني مصر من اول وجديد. وده كانت اخر كلمات جميله بنسمعها منك قبل ما تغادري، وان شاء الله دايما نشوفك متواجده ومتالقه دايما يا استاذه. ان شاء الله يا حبيبتي.